هذا المسجد يقع في حارة المظلوم أيضا عند مدخل الطريق المؤدي إلى سوق العلوي، وهو السوق الفاصل بين حارة المظلوم وحارة اليمن. يعتبر هذا مسجد المعمار من المساجد حقيقة القديمة، وكما يعتبر من أبرز المعالم الأثرية الباقية على حالها في مدينة جدة حتى يومنا هذا، بقي على حاله منذ تاريخ إنشاء عام 1095. هذا المسجد لا زال محل عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله حتى الوقت الحاضر.